أسوأ وأغرب 10 إعلانات لم تنجح على مر التاريخ. أهلاً وسهلاً بكم بمتابعة هذا. سنشاهد أغرب 10 إعلانات على مر التاريخ، ويمكن أن نصفها بأسوأ 10 إعلانات. وسبب ذلك أن هذه الإعلانات لم تحقق أي نجاح لترويج المنتجات، بل جاءت بعكس ذلك. وقبل الدخول إلى هذا الفيديو، قوموا بالاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات لتكونوا أول من يصلكم كل ما هو جديد. وأيضاً لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو بين أصدقائكم حتى يتعرفوا على أسوأ 10 إعلانات على مر التاريخ. إعلان حمالة الصدر. في الواقع عندما يشاهد الرجال العزاب هذا الإعلان سيعجبون بهذه الفتاة. ففي الإعلان تظهر فتاة جميلة، ويظهر جزء مثير من صدرها، ويظهر جزء من حمالة الصدر والتي تظهر الصدر بهذا الجمال. ولكن ما أفسد هذا الإعلان وأثار تعجب الناس عندما أزالت هذه الفتاة مستحضرات التجميل من على وجهها وقامت بخلع حمالة الصدر. هذا الإعلان كان غير مؤثر ولم ينجح أبداً، لأن من المفترض أن هذه الشركة تبيع حمالة الصدر للمرأة وليس للرجال، وأيضاً هي ليست للإغراء، بل هي منتج يريدون بيعه. إعلان ماكدونالدز. هذا الإعلان يحمل جواً من البهجة والسرور، فباستخدام شخصية ماكدونالدز وهو يرقص ويغني مع الأطفال، من المفترض أنه يثير إعجاب الجمهور. ولكن حاولوا أن تسمعوا ما الذي يقال في هذه الأغنية. فمن المفترض أن هذه الكلمات هي الموجودة في الأغنية Food, Folks and Fun، وكان الغرض من هذه الكلمات أن يحفظ الأطفال كلمات جديدة وبسيطة لكي يتذكرونها. ولكن كلمة Folks ليست من الكلمات المستخدمة في حياتهم اليومية، لذلك فإن الأطفال كانوا يغنوها Food and Fun. إعلان شركات طيران. إذا شاهدتم هذا الإعلان فلن تفهموا ما المقصود منه. ففي هذا الإعلان يوجد مضيفة طيران جميلة تقوم بخلع ملابسها. المقصود من هذا الإعلان أن هذه شركة الطيران لديها مضيفات جميلة جداً وجسمها مثير جداً، ولكن أين توجد الإثارة في هذا الإعلان؟ وهذا بكل تأكيد لا يهمني. إعلان حلويات. هذا الإعلان يتكلم عن نوع من الحلويات التي تعمل على تقليل الوزن، فهم يقولون إنك لست بحاجة إلى عمل تمرينات رياضية وأن تقلل من طعامك لكي تحصل على جسد مثالي. في الحقيقة لا يوجد أي خطأ في هذا الاسم، فهم يستخدمون حرف الواي، ولكن مع هذا الإعلان ظهر مرض الإيدز والذي جعل المجتمعات تخاف من شرائه. إعلان مول. هذا الإعلان الذي يروج لإحدى المولات تستخدم موسيقى البيك بوكس، ويظهر في هذا الإعلان بعض الأشخاص الذين يتسوقون مع بعض المنتجات. هذا الإعلان لم يروج للمول، وليس هذا بسبب أنه ليس إعلاناً جيداً، ولكنه تم رفض هذا الأسلوب من قبل الناس. إعلان لترويج السياحة. هذا الإعلان غريب جداً لشد انتباه السياح. هذا الإعلان والذي احتوى على عدة نساء مثيرة ترقص فشل في الترويج للسياحة بسبب غموضه، فهو يبدو وكأنهم يروجون للنساء وليس للأماكن السياحية. إعلان لأحد العروض للاستمتاع بالعطلة. هذا الإعلان صعب جداً، ففي أوله تظهر إحدى الطائرات التي اضطرت للهبوط الاضطراري ونزلت في إحدى البحيرات، وبعد نزولها نرى خروج سلم الطوارئ خرج منها، وبعد ذلك قام أحد الأشخاص بالتزلج على هذا السلم. ففي هذا الإعلان لم يوضحوا ما هو الغرض الذي سيقدمونه، والذي فهمه الناس أنه ينبههم من خطر الحوادث. إعلان مكنسة كهربائية. هنا نرى وجود شيطان كما يحدث في الأفلام المرعبة. يظهر في الإعلان قس يحاول إخراج جن من جسد شخص آخر، وبعدها بلحظات يظهر أن أحد الجدات تستخدم مكنسة كهربائية في الطابق العلوي. وكان تعليق المجتمع أن هذا الإعلان خيالي جداً ولم يعطي أي معلومات مفيدة عن هذه المكنسة الكهربائية. إعلان بيرة. في هذا الإعلان يظهر أحد الذكور وهو استيقظ في الصباح بإحدى الفنادق، وعندما استيقظ تعجب لأنه وجد بنطالاً لامرأة بحجم كبير. القصة المفهومة من الإعلان هكذا: إنه في الليلة الماضية قام بشرب بيرة حتى سكر تماماً، وبعد ذلك قام بدعوة إحدى السيدات معه إلى غرفته،
وهذه المرأة التي ذهبت معه كان جسدها كبير، فلذلك تعجب، وكأن الإعلان يدعو إلى التوقف عن شرب البيرة والمسكرات ولا يروج لمنتج كهذا. فهذا الإعلان يمكن أن يقال عنه إنه إعلان اجتماعي وليس إعلاناً للترويج عن البيرة. إعلان عن آلة التقاط الأشياء. في أول الإعلان يظهر فيه اثنان يغتسلون في أحد السجون وهم جسدهم كبير، ويدخل وسطهم شخص بجسد صغير، وعندما قام هذا الرجل ذا الجسد الصغير بإسقاط الصابون من يده، وبعد ذلك فكر هذا الشاب بأنه سيحدث له شيء غير مرغوب فيه إذا ركع لكي يأخذ الصابون. هذا الإعلان لم ينجح في الترويج لهذا المنتج، لأن الناس لم تفهم ما المقصود من هذا الإعلان، وأتوقع أن هذا الإعلان غير لائق أبداً.